إذا رحنا ما رحنا على المدرسة الطلاب كيف بدي يتعلموا؟ إذا مثلا رحنا على بلد غير في خريطة اللي ما بيعرف يقراها بيروح مكان غلط هيك. وإذا الدكتور وصف لنا شيء هيك دواء أو شيء ما بنعرف نقرأ. بعدين هيدا المجتمع لما طلعت صغير من سوريا ما بعرف لا أكتب ولا أقرأ، بس هلأ صرت بعرف شوي أكتب وأقرأ. أنا بحب بصير بدي أتعلم أكتر أكتر أقرأ أكتر أكتر عشان أصير إعلان، يعني هيك انشر على الأخبار.